قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لا 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 فريق الإنقاذ فرسان شجعان يحمون البلاد يحمون الأوطان في كل مكان في أي زمان تلقاهم كالطوفان في وجه النيران. صف واحد مثل البنيان. لا 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 فريق الإنقاذ إنسان شجعان يحمون البلاد يحمون الأوطان في كل مكان في أي زمان تلقاهم في الطوفان في وجه النيران. سنبل سنبل لماذا تحتضن هذه اللوحة وتركض بسرعة هكذا؟ ألا تدرك مدى أهمية هذه اللوحة؟ هي مهمة لهذه الدرجة؟ لم تخبرني ما أهمية هذه اللوحة. يتم وضع هذه اللوحة لسائقي السيارات وذلك لحثهم على الانتباه إلى الأشغال القائمة على جانب الطريق. وهي تشير بالتالي إلى مكان الأشغال، وإن لم ينتبه السائق سيتعرض لحادث. ولكن سيحل الليل قريبا. لحظة انتظرني. هيا هيا بسرعة هيا إلى الأعلى. أيها الهير، ألم تعدنا بأن تسأل الإطفائية الشجاع أن يعلمنا كيفية إخماد النار؟ سيكون هذا شيقا، تعالوا فلنبحث عن الإطفائية الشجاع. هيا. ينبغي على الإطفائي الشجاع أن يخدم الجميع. سأسعى لإخماد أكبر عدد من الحرائق. أيها المدير، هل طلبتني؟ أخبرني أيها الإطفائي الشجاع، هل أنهيت كتابة التقرير حول التدريبات؟ التقرير؟ لقد انهمكت بالتدريبات. لا أريد أعذاراً. أنا ابدأ بكتابة التقرير بسرعة. حاضر. يجب أن أكتب المزيد. من؟ أنا آت. هذا مخيف جدا. أهلا بكم، أين كنتم ولماذا جئتم إلى هنا؟ ألن تدربنا اليوم كما وعدتنا أيها الإطفائي الشجاع؟ أدربكم؟ نعم، ولكن لا أستطيع اليوم، ربما في يوم آخر. لا تقل لنا إنك نسيت رجاء. لقد شاهدنا الآن التدريب حول تسلق الأبنية. ولكنني قلت لكم إنني مشغول جدا اليوم. لا. حسنا حسنا لا بأس، يبدو أنني لن أكمل كتابة التقرير، هذا مؤسف. Mm-hmm.
أنا متعب جدا. توقف! انتظر! لحظة! لا تذهب من هناك! تمهل! أرجوك انتظر! احذر! احذر! اتصل بالنجدة حالا! حسنا! سأتصل من هناك! هل تشاهدون النار؟ تسحبون المسمار وتمسكون المفتاح بيد والأنبوبة باليد الأخرى وتوجهون المياه نحو النار. لقد نجحنا! لقد نجحنا! رائع! رائع حقا! رائع! انذار! اندلع حريق في شاحنة على الطريق السريع في ضاحية المدينة الشارع رقم 7. على الفرق المختصة التوجه إلى الموقع حالا. ساعدوني بسرعة! هذا ليس جيدا! ستمتد النيران وتحرق الغابة بأكملها! سيطروا على النار ولا تدعوها تمتد! الفرقة الأولى أطفئوا النار! الفرقة الثانية ساعدوا المصاب! هيا بسرعة بسرعة! الباب مقفل! لا أستطيع الخروج! ماذا سأفعل؟ هيا أنا أحترق! ساعدوني! لا تركض! ساعدوني! لا تركض! لا تركض! أسداد النار! كيف جرى ذلك؟ عندما يركض تزداد قوة النار أكثر فأكثر فيحترق أسرع. الإطفائيون شجعان! هل يتم الإطفائيون أيضا بحوادث السائق؟ رجال الإطفاء دائما حاضرون في الكوارث الطبيعية وفي الزلازل وفي أي تسرب للمواد الخطرة. عمل متعب جدا! سنبل حادثتان. الأولى كانت الحريق الهائل الذي اندلع في منزله وأدى إلى وفاة عائلته. والثانية كانت اصطدام إحدى الشاحنات بالصخور. كان سائق الشاحنة تعبا ونعسا جدا فلم ينتبه إلى لوحة الأشغال فاصطدم بها وأكمل طريقه. وعندما استفاق لم يعد باستطاعته السيطرة على شاحنته أثناء القيادة فاصطدم بصخور ضخمة ما أدى إلى اشتعال شاحنته. سارع الإطفائيون لإخماد النار ولمساعدة السائق. في بادئ الأمر أقفل الباب فحوصر السائق. بسرعة بسرعة! الباب مقفل! لا أستطيع الخروج! ماذا سأفعل؟ هيا أنا أحترق! ساعدوني! لا تركض! ساعدوني! لا تركض! لماذا طلبوا منه ألا يركض؟ لأن الهواء يحتوي على الأكسجين وهو غاز يساعد على تأجيج النار واشتعالها أكثر فأكثر. وقد طلب الإطفائي من السائق أن يتوقف عن الركض لتخفيف نسبة الأكسجين. أنا أحترق! ساعدوني! لا تركض! لا 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 فريق الإنقاذ فرسان شجعان يحمون البلاد يحمون الأوطان في كل مكان
في أي زمان تلقاهم كالطوفان في وجه النيران. لا 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 حتى الفيضان لا يفنى الشجعان صف واحد مثل البنيان. لا 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 فريق الإنقاذ إنسان شجعان يحمون البلاد يحمون الأوطان في كل مكان في أي زمان تلقاهم في الطوفان في وجه النيران. لا 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 حتى الفيضان لا يخلي الشجعان صف واحد مثل البنيان. لا 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 لا